الجميل والحوار معاه ممتع جدا. حاسس ان احنا هنخرج بعد كده نقعد على القهوه نكمل الحوار سوا انا وهو. بس النقطه دي انا مصر ارجع ليها. نرجع لها تاني بعد الفصل. عودة مرة أخرى لأول الكلام، ولسه معانا النجم الأستاذ خالد يوسف، وكان ليه تعليق قبل الفاصل على كنا بنتخانق على حدوتة عبد الحليم حافظ، وأنا قلت لك كان بيوجه هو والسيدة أم كلثوم من الرئيس عبد الناصر، ربما هذا التوجيه بحب، يعني بحب للوطن ودافع حب الوطن، ولكن كنا كلنا إيد واحدة بهجت. ماشي انا لا موافق، انا مش موافقك خالص، ولكن خلاص علق حقك. ما انا هعلق وانا هسكت لك يعني مش بقول لكم هنكمل على القهوه. اولا في اهانه شديده جدا للقمم ديت انها تقول انها كان بيجي لها توجيه من حد. دول ناس صنعوا وجدان اجيال، اللي هو عبد الحليم وام كلثوم وكمال الطويل وبليغ حمدي وكل هؤلاء العظام. عيب قوي ان احنا نقول ان هما كان بيجي لهم توجيه وكانوا فنانين بالاجره، يعني تعالى يا ابني اعمل. لا لا مش تعالى يا ابني، ما انا قلت لك ربما يكون بدافع محبه البلد وخلافه. لا بدافع، بص المنظومه، منظومه النهضه منظومه متكامله. لما تبقى الامه بتعيش مشروع نهضه بتلاقي في نهضه في البحث العلمي، بتلاقي في نهضه في وضعك الاقليمي. كارت في المعادلة الدولية مهم جدا. لما كانت مصر تتكلم كانت الدنيا تتقلب، كانت بتسقط حكومات بمجرد خطاب لعبد الناصر. زي ما كانت في نهضة في الفنون وفي الآداب وفي المسرح وفي يعني شوف الحركة المسرحية، الحركة السينمائية، الحركة الفنية في الخمسينات والستينات، هتلاقي أكبر نهضة حصلت في هذه الفترة. أنت سألتني لسؤال حلو، خليني بقى أقول لك بس وجهة نظري في الحتة دي. بالحليم وأم كلثوم لما كانوا بيغنوا ما كانش في حد بيديهم توجيه. دليلي على ده مش قيمتهم الفنية وبس، دليلي على ده ان فنهم ده باقي في الصدور. ولم نجد اغاني في ثورة 25 يناير نغنيها غير اغاني ثورة 23 يوليو، تمام؟ ليه الاغاني فضلت 40 سنة ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة وما بنسمعها بنحس بحالة نوستالجيا كده وحنين؟ ليه الاغاني اللي اتعملت فيما بعد كلها راحت في يعني في، لا في يا حبيبتي ما مصر ما راحتش بتاعت فنانه شادي اللي ما انا بتغنى في ماتشات الكوره. ما انا بقول لك يا حبيبي الحاجه الحقيقيه اللي طالعه من غير توجيه وطالعه من القلب وطالعه من وجدان فنان بتبقى في الارض. فالحاجات اللي كانت موجوده ايام عبد الناصر بقيت حتى هذه اللحظه، لانها كانت انت عارف زي ما كان، زي ما في جمهوريه كده لل جمهورية سياسية، بتبقى في جمهورية على التوازي معاها اسمها جمهورية الوجدان. صناع الوجدان دول موجودين بيصنعوا. لما تبقى في جمهورية حقيقية شغالة من أجل المواطن تلاقي على طول أوتوماتيك في فنانين مقتنعين. يعني أنت عايز تقول لي إن عبد الرحمن الأبنودي، خليني أكمل والنبي أسمع وجهة نظري. اتفضل. عايز تقول لي إن عبد الرحمن الأبنودي لما حصلت هزيمة 5 يونيو وطلع على الإذاعة وطلع على الإذاعة وكتب فورا عدى النهار هذه الأغنية اللي أنا بعتبرها معجزة، لأن طبعا فكرة أن أنت تبقى مهزوم هتقول إيه؟ صعبة جدا. هل هتقول لا ما تهزمناش فبتزيف، ولا هتتحمس الناس فبرضو بتخدعهم، ولا هل هتقول إيه؟ يعني فكرة كانت صعبة جدا. طلع الأبنودي راح قال عدى النهار والمغربية وجالنا نهار ما عرفش يدفع مهرها، وفاكر انت الاغنيه وكلماتها. هناك اقلام دخلت السجون والمعتقلات ايام جمال عبد الناصر. خلينا اكمل فكرتي وهرد على اللي انت عايزه. طيب. لان دي قضيه قعدنا نناقشها بقالنا 40 سنه بنناقش الفن، ليه الفن باقي بتاع ثوره 23 يوليو، وليه اغاني ثوره 23 يوليو باقيه بعد 40 سنه، وفي اغاني اتغنت من سنه ما انتش فاكرها. يعني الاوبريتات اللي كان بيعملها نظام مبارك عبر 30 سنه حد فاكر منها حاجه؟ كانت دي في اخترناك بس انا بقول لك يعني في اغاني اتعملت على مدار 30 سنه ما حدش فاكرها، وفي اغاني من اكتر من 50 سنه الناس فاكراها حتى هذه اللحظه. ده سببه الصدق، الصدق الفني هو الكفيل بان هو يبقى في الوجدان. فانا بقول ان خلاصه الموضوع ان مفيش فن بتوجيه. عشان كده ده كان يعني سؤالك الاولاني كان ايه؟ ان حد ممكن ياجرك عشان تعمل فيلم لمصلحته؟ هقول لك ما ينفعش، لان الفنان رؤيه. ما ينفعش انت تاجرني لان انا في النهايه هاجي اعمل رؤيتي مش رؤيتك انت، وبالتالي انت هتدفع فلوس ليا ليه؟ هتكلف الفيلم الفلوس دي كلها ليه؟ طيب خالد، تصريحاتك على التويتر غير كلامك. لا انا تويتر عندي واحد مزور منتحل شخصيتي على تويتر بقاله اكتر من سنه، وكل يوم بيطلع وعنده 200 الف فولور متابع.
وكل يوم بيطلع تصريح، مش كل يوم، كل يوم بيطلع 4-5 تصريحات كلها مناقضة لآرائي. وبقعد أكذب بس، أكذب بس. فلدرجة إن أنا كان عندي أكاونت برضه بس ما كنتش فاعل عليه، قفلته الكلام ده من أكتر من 6 شهور. بس نصحوني الأصدقاء اللي هم الحريفة اللي زيك على تويتر وكده والوسائط الاجتماعية ديت، أو وسائل انا مش فاعل قوي على تويتر بس فاعل على الفيسبوك، يعني نصحوني لا ادخل اعمل اكونت تاني وخليك فاعل شويه، وقول للناس ان ده مش الاكونت بتاعك لانه بيضرني ضرر بالغ. ان بجد انا قاعد اعمل بس في الحياه يعني انت تكذيب لهذا الرجل. الاكونت اللي بيقول كل التصريحات دي باسمك مش انت، اللي هو فيه حوالي 198,000 ده مش بتاعي، وحاطط صورتك وحاطط كل صورتي وخالد يوسف ومخرج سينمائي وكل حاجه. عملت انا اكونت جديد ده عليه حوالي 900 او 1000 واحد بالكتير، لسه عامله من يومين. هو ده بقى الاكونت اللي انا هشتغل بيه، واحاول ادلي بتصريحات عشان اقطع عليه الطريق ان هو يقعد بجد يضيع لي وقتي. خلينا نرجع تاني، انت مع ام ضد انتشار النقاب في الشوارع المصريه او تحويل النقاب الى زي الرسمي للسيده المصريه؟ لا، النقاب عمره ما هيبقى الزي الرسمي للمرأة المصرية، زي السعودية وزي دول الخليج. لا بص أقول لحضرتك حاجة، الزي المرأة المصرية طول عمره محتشم. المرأة المصرية يا أسامة أول امرأة في التاريخ الإنساني خرجت للعمل. في ناس كتير مش واخدين بالهم. وأول امرأة مسكت رئيسة جمهورية، يعني ملكة كانت من المصريات. فالمرأة المصرية لها تاريخ طويل جدا. طب لما خرجت من العمل، الست المصرية ديت اللي خرجت مع جوزها الفلاح، والفلاحة المصرية لما خرجت مع جوزها الفلاح عشان يحرطوا أرضهم ويزرعوها، خرجت بأنهي زي؟ بالجلابية الطويلة والإشارب اللي على شعرها، وكانت شديدة الاحتشام، وكان ده الزي اللي نابع من حضارتنا. وأعتقد أنه هو لا يخالف كثيرا الزي المحتشم اللي بيتطالب بيه كافة الأديان. إنك ضد؟ أنا مش ضد. بص أقول لك حاجة، الزي مسألة شخصية، ده عايز يلبس يلبس، بس أنا بقول أن النقاب لا ينتمي للثقافة المصرية. ده مش معناه أن أنا ضده، اللي عايز يلبس نقاب يلبس، اللي عايز يلبس إفريقي يلبس، أنا مالي. أنت مع أم ضد العمل مع ممثلة محجبة؟ لا أنا ضد العمل مع ممثلة محجبة لأنها بتبوظ شغلي. حتى لو دور اللي انت واخده محجبة. محجبة ليه؟ لأن المحجبة ديت دورها المحجبة لها أكيد مشاهد قاعدة في بيتها مع جوزها ومع أولادها. في ست مصرية أو غير مصرية مسلمة محجبة بتقعد مع أولادها محجبة ولا بتقلع الحجاب؟ بتقلع الحجاب. بتقلع الحجاب. فما هاجي اجي اصورها انا، هي مش هترضى تقلع الحجاب لان هي سيده محجبه وده حقها. وبالتالي المشاهد هيفضل فاكئ، هيفضل قاعد مش قادر يخش في تفاصيل ولا يتعاطف مع التمثيليه اللي انا بعملها له، وعايز مش مصدقها، مش هيصدقها، هيبقى عارف ان دي الممثله الفلانيه المحجبه اللي ما ينفعش تقلع الحجاب حتى وهي قاعده مع اهلها. فيروح فاصل لي على طول، فاصل لي المشاهد، وما يخليش المشاهد لما انا عايزه يعيط يعيط، لما انا عايزه يتعاطف يتعاطف، لما انا عايزه يشمئز يشمئز، لانه هيبقى فاكر طول الوقت ان هو بيتفرج على تمثيليه. احنا مشكلتنا طيب، او يعني قضيتنا في التمثيل، فيلم دوكانش حتى كان فيه عكس ما بتقول، معنى كان فيها هفاء وهبي بتلعب دور بنت البلد المصريه وما كانتش لايقه خالص على الحدوته. ايه دخل ده بده؟ مش فاهم يعني. انت النهارده بتقول انا ما ينفعش اشغل واحده محجبه لان عايز الناس تصدقها، لان لما هصورها في بيتها هصورها بدون حجاب. ماشي اوكي. فهل الناس شايفها صدقت هيفاء وهبي الفيلم دوكانش حتى؟ الى حد ولا استحلتها؟ لا الى حد ما، ممكن ما تبقاش نجحت نجاح باهر في اقناع الناس. ما كانش ديسكاستنج؟ لا ما كانش، لا ما تدافعش عن نفسك. ما انا اقول لك اهو، خلينا صراحة، انا بقول لك كفيزيكال كشكلا لا، هي شكلها مصري وشكلها جميل. شرقي وامها مصريه وكل جميل. حاجه، لكن هو الايمج بتاع هيفاء وهبي كنجمه وستار ويعني والناس شغوفه جدا بيها طغى على الفيلم. طغى على الفيلم نفسه، فالناس طول الوقت عايزه تشوف هيفاء. هل كنت محتاج البونبونايه دي اللي تحلي الفيلم؟ والله ما خدتها بهذا الشكل، انا خدتها فعلا تحدي ان انا اعرف اعمل من هيفاء ممثله عاديه ممثلة. جدا وما اقدرش اقول ان انا فشلت، وما اقدرش اقول ان انا نجحت، يعني نجحت بقدر ما في ان انا انسي الناس ان دي هيفاء وان هي بيسا الممثله او الشخصيه اللي كانت موجوده. مع ضد الرقابه؟ ضد الرقابه 100%. اي مبدع في العالم لازم يبقى ضد الرقابه. طيب، الفنان شريف منير في تاريخ 27 مايو 2011 في جريده الشرق الاوسط قال: لابد أن يتم الإبقاء على الرقابة حتى لا يختلط الحبل بالنابل، ففي الأول والآخر إحنا دولة شرقية ليها حدود ومعايير وعادات وتقاليد، ومش ممكن نستنتج إيه اللي هيحصل لو تم إلغاء. هذا رأيه أنا أحترمه، لكن أنا بقول إن
المفروض ان احنا نتطرق في عن بعد ثورة عظيمة زي ثورة 25 يناير كانت في القلب منها شعارات الحرية، لابد ان احنا نلتزم بمقاييس الحرية. بمعنى ولكن البعض هيفلت يحصل، انا موافق انه يحصل شطط، بس الديمقراطيات والحريات وممارسة الحرية لا تخلق ولكنها تصنع وتتعلم من خطأك. يعني كل الديمقراطيات العتيدة اللي زي ديمقراطيات مثلا انجلترا، هل اتولدوا كده من بطن امهم؟ ممكن تعمل فيلم مفهوش اغراء خالص يا خالد، انت بتوديني في حتة تانية ومتخلنيش اكمل. دي طريقتي معلش. طب بس انا عايز اكمل اجابتي، هرجع لك فيها تاني والله. لا والله العظيم لازم والله اكمل اجابتي، والله اكمل اجابتي قبل ما نبقى ونضرب بعض، مش هينفع كده. اكمل اجابتي، لا لازم اكمل. كل شيخ ليه طريقه. ايوه كده، بس انا بتنططنا من مشهد لمشهد في ثانيه، ما حدش بيقدر يكلمني. ايوه بس انا كده اجاباتي كلها هتبقى مكتزقه وما وصلتش وجهه نظري للناس، اسمح لي. اتفضل. يعني فانا بقول ان اي ديمقراطيه ممكن يحصل فيها، انجلترا كانت ديمقراطيه دلوقتي عريقه، لكن في اولها كان فيها تجربه وخطا وفيها شطط وفيها دي ضرائب لابد ان تدفع عشان تتطور. ما ينفعش تيجي تقول لي ان احنا هنمارس الديمقراطيه ومش هيحصل شطط من الناس. لا هيحصل، اما الرقابه تشيل هيحصل شطط. بس انا بقى اطالب الرقابه تبقى يقتصر دورها على التحديد السني، يبقى في ده لأقل من زي 12 سنة 18 سنة. بعد 21 سنة اللي انت عايز تعمله اعمله، واللي انت عايز تشوفه تشوفه، انت كامل الأهلية. هل ينفع بعد 21 سنة نعمل فيلم فيه مشاهد جنسية في ظل حكومة وقيادة دينية وتيارات إسلامية دينية؟ بص صديق، كل مجتمع وله ثوابت، تمام؟ السلطة دي لا تعنين مين اللي ماسك السلطة، لا يعنيني الناس، اللي يعني الناس. انا بقول دايما الآية القرآنية اللي بتقوله اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض. لو واحد اتجنن وراح عمل مشاهد جنسية كاملة في فيلم وما فيش رقابة، الناس هتقبل عليها ولا الناس هتلفظها؟ انا بتصور المجتمع، قيم المجتمع نفسها الثابته هتلفظ هذه المشاهد، ولكن الشباب قد يذهبوا، قد يذهبوا في الاول. قد يذهبوا في الاول. انا قلت لك ده الشطط اللي لابد ان احنا ندفع ضريبته ونقومه، نقومه بقيم المجتمع الثابته مش بالقهر. لان الشاب ده اللي هيروح السينما عشان يشوف مشهد جنسي، هو الان متاح على الانترنت مشاهد جنسيه كامله ويستطيع بزرار ان هو يجيبها، وبالتالي تستطيع ان تقاومه ازاي؟ الرئيس محمد مرسي عايز يقفل هذه المواقع. ده كلام يعني عابس، لان محدش هيعرف يقفل، محدش هيقدر يقفل يحصر هذه يحصر. في ثوره اتصالات ساهمت حتى في انجاح الثوره، لابد ان احنا نعترف. طب خليني على غرار نفس الاجابه، مسلسل البحر والعطشانه للنجمه رولا سعد في الجرايد، يعني استنجد في الجرائد برئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي لعرض مسلسله على التلفزيون المصري بعد ما منع عرضه لانه يتعرض للاخوان. ده نوع من انواع الرقابه اكيد 100%. هي مش رقابه، ديت هي ملكين اكتر من ملك. يعني انا رايي الموظف لو بفرض هذه الواقعه صحيحه، لو التلفزيون المصري منعه عشان بيهاجم الاخوان هذا المسلسل، انا اعتقد ان مفيش توجيه جالهم من حد ان هو يمنع المسلسل. هو الموظف نفسه خد بالاحوط، قال انا ليه اخش بقى في مشاكل. خدنا على كده ودي ثقافه هتتغير. كان ممكن تعمل فيلم تهاجم فيه الحكومه ايام عبد الناصر، لو كنت عايش ايام عبد الناصر وتهاجم. انا اكيد كنت هاجم عبد الناصر ايام. كان هيسيبك عبد الناصر؟ طبعا ساب، كان هيسيبني وساب ناس كتير قوي، وساب صرصره فوق النيل يتعرض، وساب شيء من الخوف ما عداش عليه، وشاف وساب على المخابرات قبل ما يتعرض. نعم ما عداش، عدى. ما فيش مشكله. انا ما قلتلكش ان كانت الديمقراطيه كامله وكانت ديمقراطيه في ازهى فتراتها، ولكن كان مجتمع وليد لسه بيتحسس طريقه، لسه بيبني بنيه العداله الاجتماعيه، لان لا حريه لا تستطيع ان تكون تقول عايز اعمل ديمقراطيه وحريه والناس مش لاقيه تاكل. من لا يملك قوت يومه لا يملك حريته. فكان عبد الناصر بيغير التركيبة الاجتماعية، بيخلي الفلاحين اللي كانوا ماشيين حافيين يدخلوا المدارس ويبقوا مالكين قوتهم، وبالتالي يعرفوا يدلوا بصوتهم في الانتخابات. دي خدت وقت. الاستقلال الوطني وكانت كل القوى العالمية ضد تجربة النهضة في مصر، ضد تجربة ان تبقى في أمة عربية بقيادة مصر، فكانت عايزة تجهدها. كل ده خد وقت من عبد الناصر، يمكن ما خلاهوش يعمل الديمقراطية السليمة اللي احنا بنحلم بيها، لكن عمل انجازات كبيرة جدا. انت مؤمن جدا بمشروع النهضة الخاص بجمال عبد الناصر، المشروع الحضاري الوحيد اللي صالح لصنع المستقبل، اللي وضع اسسه عبد الناصر، بدليل ان ثورة 25 يناير عندما جاءت لم تجد شيئا غير ما افتقدته بتغير المسار بتاع ثورة 25 ثورة 23 يوليو. قريت مشروع النهضة الخاص بالاخوان المسلمين؟ قريت.
ايه الفرق ما بين مشروع النهضه ده ومشروع ده؟ مش مشروع نهضه اصلا. ده انا رايي عبث يعني. ما هو مكتوب في هذا ده يا باشا ما يفهموه عن الاقتصاد وما يفهموه عن البعد الاجتماعي لا يختلف كثيرا عن مفهوم احمد عز. يعني الرأسمالية بتاعتهم هي رأسمالية التجار. يمكن رأسمالية احمد عز شوية كانت مستوى ارقى يعني. ولا يفهمون شيئا عن الفقراء غير الزكاة. ما يفهموش يعني ايه عدالة اجتماعية. ولكن ليهم مشروعات اجتماعية كتيرة كلها تهتم يعني انا في مقولة ودايما بقولها وهفضل اقولها قالها العظيم الراحل جلال عامر، قال الاخوان المسلمين لا يعرفون الجائع الا اذا كان ناخب. بل حضرتك فهم بيهتموا بيعملوا مشاريعهم دول عشان الناخبين مش اكتر من كده. لكن ما بيجيش يعلمك زي ما بيقولوا في الصين، ما بيجيش يعلمك ازاي تصطاد سمكه، ما بيجيش يوفر لك سبل العيش الكريم. هو عايزك محتاج كيلو السكر وكيلو الزيت طول عمره طول عمرك عشان يقدر يشتريك في الانتخابات. فده مش مشروع نهضه. مشروع النهضه اللي انت تبقى عارف ازاي تغير التركيبه الاجتماعيه، ازاي تخلي ال 40 مليون فقير في مصر، ازاي تحسن احوالهم يبقى عندهم فرصه عمل ومسكن ملائم. مشروعهم ملوش اي علاقه بده يعني. مشروعهم اما تيجي تقرا حتى على المستوى الثقافي، لما تيجي تقرا المشروع الثقافي بتاعهم تحس فيه ازدراء للثقافه والفنون والاداب. ازدراء يعني ناس يروا ان الثقافه والفنون دي كيان كده تابع ذليل. انت متخوف يا خالد من انا عمري ما خاف. بعد 25 يناير في فرق بين خايف ومتخوف؟ لا انا مش متخوف لاني عندي اللي يحمي تركيبه وملامح الشخصية المصرية. لو اتقفل عليك هتاخد افلامك تعملها في تركيا تعملها في هعملها في مصر ومحدش هيعرف يقفل عليا. محدش هيعرف بعد ثورة. نعم متأكد من المعلومة؟ انا متأكد لان انا قلت لك ان ولا عشان انت بقيت بطل شعبي خلاص؟ لا مش فكرة كده. فكرة ان مستحيل بعد هذه الثورة اللي المصريين كسروا حاجز الخوف فيهم ان في حد يتحكم فيهم وان في حد يمارس القهر عليهم. لا يمكن. لما يكون هو هتلر مش هيعرف يمارس القهر على هذا الشعب اللي صار ونفض حاجز الخوف وخلص الموضوع. الثورة اتسرقت ولا ما اتسرقتش؟ اكيد اكيد هي اتسرقت. بنسبة كام في المية؟ بنسبة قليلة. انا بتصور نسبة قليلة لان انا رأي الثورة مستمرة والثورة ستعود الى احضان صورها واحضان مفجريها وستصل قوى الثورة الى الحكم بإذن الله. طب ماذا لو وجدنا ان الرئيس محمد مرسي يحاول بكل طاقته انه يعمل حاجه حلوه للبلد؟ يا مرحب بيه. يعني عايز واحد من يعني هو في النهايه واحد من ابناء مصر يعني. ولكن كل الناس محدش عايز يديله فرصه انه يعمل حاجه. اني فرصه يا اسامه؟ احنا بقالنا دلوقتي شهر هو حالف اليمين. كل القرارات اللي خدها كلها تصب في خانه كيف امكن الاخوان المسلمين من التحكم في مؤسسات الدولة. ما اعتقدش من السهولة خالد إدارة شؤون بلد زي مصر، فمحتاجة برضو يعني ما أنا لو الشهر ده ما عملش فيه أي قرارات وكان لسه بيدرس ماشي. لكن القرارين اللي خدهم الكبار، قرار بعودة مجلس الشعب اللي هو اوريدي سقط بحكم المحكمة الدستورية، والقرار الثاني هو الإمضاء على قانون الجمعيات التأسيسية برضو كي يقطع الطريق على محكمة القضاء الإداري أن تحكم ببطلان الجمعية. دول قرارين يصبوا في خانة مين؟ هل يصبوا في صالح مصر ولا يصبوا في صالح الجماعة؟ قرار بتعيين رئيس الوزراء وهو كان وزير الري، شايفه قرار صح أم خطأ؟ والله أنا ما أعرفش الدكتور أنديل ويعني ما كنتش متابع قوي ليه لا هو شخصيا ولا لإنجازات وزارة الري عشان أقدر أحكم عليه. تصريح الداعية خالد عبد الله على قناة الناس بتاريخ 12 يوليو 2012 قال عنك: كان خالد يوسف حاطط ايده في ايد احد قيادات الاخوان المسلمين محمد البلتاجي، وسألت ازاي محمد البلتاجي يحط ايده في ايد خالد يوسف وده راجل بتاع دعارة وفسق وسحاق وبيضرب بالاخلاق عرض الحائط، وخالد يوسف دلوقتي بيصنع منه ناشط سياسي ورجل قانوني ودستوري، وبيقول انه شايف ان رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي اخطا وهو دي البلاوي اللي اتبلينا بيها. ردك؟ ردي والله الناس اللي زي الداعيه خالد عبد الله ومن على شاكلته يعني لو شايف ان هو اشرف لي ان هو يحط ايده في ايد الدكتور او الشيخ علي ونيس المتهم بفعل فضح في الطريق، او لو شايف ان هو الاشرف لي محمد البلتاجي ان هو يحط ايده في ايد نواب السلفيين اللي سرقوا البنزين والسولر وكانوا بيبيعوه في السوق السوداء، يبقى خلاص يبقى هو حدد اولوياته في الحياه.
مكان محمد البلتاجي بيحط ايده في ايدي في ميدان التحرير، انا كنت في ميدان التحرير وهو لحق بي. انا كنت في ميدان التحرير من يوم 25 والاخوان والسلفيين لحقوا بي وغاد، يعني اتوا متاخرين وغادروا مبكرين. يعني انا ورفاقي من ابناء هذا الشعب المصري من نزلنا يوم 25 صباحا قبل ما الاخوان ياخدوا قرار بالنزول وقبل ما السلفيين ينزلوا. عرفت واثناء ما السلفيين، انا خالد عبد الله تحديدا عايز اكمل لك، خالد عبد الله وكل هؤلاء الدعاء اثناء ما احنا كنا بنناضل ضد هذا النظام في العشر سنين الاخيره، وكنا بنتحبس من هذا النظام وكان بيضيق علينا من هذا النظام، كانوا اكثر حاجه هم يعملوها يتكلموا في اسدال اليدين في الصلاه او فوق السره او عند القلب. كان اكتر حاجه يتكلموا فيها فتاوي ارضاع الكبير او يتكلموا على قشور الدين. عمري ما سمعت تصريح واحد فيهم بيتكلم على ظلم الحاكم. هؤلاء السلفيين اللي احنا بنتكلم عنهم، قطاع منهم كان يتعاون مع امن الدوله، قطاع منهم كان يكفر الخروج على الحاكم وكفر الخروج بتاع يوم 25. يعني فلما يجوا يتكلموا على ناس قادت هذه الثوره وكانوا من المبادرين وكانوا مستعدين يدفعوا ضرائب الدم، يعني كل واحد فينا نزل كان مستعد يبقى شهيد اثناء ما هم كانوا لسه بيفكروا ينزلوا ولا ما ينزلوش، فما يتكلمش على الشرف. الشرف الناس دي بجد حاجه حزينه جدا ان هم يختصروا افلامي اللي ناس كتير شايفه انها ساهمت في اشعال هذه الثوره، يختصروا افلامي في مشهد او اتنين ويسيبوا المعنى الحقيقي للافلام ويقول لك مخرج افلام الدعارة. مستمعينا الكرام، احتد الحوار وسخن واحنا لسه عندنا وقت ولسه عندنا اسئله كثيره للنجم الكبير والمخرج السينمائي الجميل الاستاذ خالد يوسف. خليكم معانا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل. ورجعنا تاني ولسه عندنا اسئله كثيره جدا لضيفنا الاستاذ خالد يوسف، وانا عجبني جدا حماسه وعجبني جدا وطنيته، ولكن هناك اتهامات كثيرة بانه انا بي عايش في الاتهامات. صحيح انت يعني انت عايش على طول بتتخانق مع الناس، اصحابك اكيد بيقعدوا في ديبيتس كده وفي حوارات، ولا انت قلت مش عارف ايه، لا انت غلط، لا انت صح. والله لولا دفع الله بعضكم بعض لفسدت الارض، القران بيقول كده. يعني انت سعيد بالحالة دي؟ لا، يعني حالة الحراك نفسها انا رايي هي اللي بتتطور، هي اللي بتتطور البشريه بسببها، مش حاله الاستقرار اللي يصل الى الجمود. فطول ما في حراك، طول ما في خناقه فكريه، المهم ان احنا نبقى مقتنعين ان في روح الحوار الاساسيه، ما تجعلناش نبقى اعداء، نبقى يعني احنا خصماء، في خصومه سياسيه مثلا بيني وبين الاخوان، لكن هم مش اعدائي، اعدائي هو اسرائيل. فاحنا ابناء وطن واحد، نتخانق زي ما نتخانق، لكن في النهايه أنا لا أستطيع أن أنا أقول عليهم هم مش وطنيين وهم خونة، ولا هم يخونوني بلدنا، ولا هم يكفروني ولا أنا أكفرهم، ولا هم يخونوني ولا أنا أخونهم، لكن نختلف للصبح وندفع بعض للصبح. ده لكن ما عندناش ثقافة الحوار يا خالد. هيبقى عندنا، هو احنا ما قلت لك الشعوب بتتعلم، احنا شعب متحضر جدا وأسرع من غيرنا، اللي اتعلمناه في السنة ونص ده أنا في رأيي شعوب قعدت فيه عشرات السنين. بس نسبة الأمية عالية جدا عندنا وده خطر جدا. الوعي ملوش علاقة بالأمية عموما، يعني الوعي اللي موجود في الجين المصري، الوعي الفطري، أعتقد إن هو اللي حامي مصر حتى هذه اللحظة. خالد، أنت قلت أنا ممكن أنا أؤيد مناقشة قضايا زنا المحارم في تصريح دي، مش كده؟ أنا قلت أعلى حقائق الوجود قداسة، وهي قضية وجود الله قبل للنقاش، وفي تلت البشر بيقولوا مش موجود. فهل ينفع لأدنى من هذه القضية المقدسة إنها ما تتناقش؟ اي قضيه تتناقش، اي قضيه. هل زنا المحارم مش من القضايا او الامراض الاجتماعيه اللي موجوده في مجتمعات كثيره جدا، مش مجتمعنا لوحده؟ بس دي جرأه ازيد من اللازم ولا تعتبر؟ لا مش جرأه، انا بقول لك انا ما عنديش في الابداع ليس في خطوط حمراء، وانا بتصور ان الحوار حاله حضاريه في النهايه، وان عمرنا ما هنتخلص من مرض اجتماعي موجود او افه موجوده في المجتمع دون ان احنا نحطها على الترابيزه ونناقش. انت خدت مين؟ في المرة الأولى انتخبت حمدين صباحي، والمرة الثانية أبطلت صوتي. في المرة الأولى انتخبت حمدين صباحي لأنك كنت تدعم هذا الرجل، كنت متخيل أن حمدين صباحي هيكون هو رئيس الجمهورية زي كثيرين.
حمدين اخذ 4 مليون صوت وشوية وكان لا و 800 يعني وانت كنت واقف في ظهره واقفة من اقوى ما يمكن. اين ذهب حمدين صباحي؟ موجود اختفى تمام؟ لا ما اختفاش ولا ما بنشوفلوش اي تصريح حتى. لا والله موجود وشغال في الشباب بتوع الحملة عملوا حاجة اسمها التيار الشعب المصري. التيار الشعب المصري ده هو لملمة كل قواعد الحملة حمدين صباحي من على الأرض بحيث انها تبقى فيها تعمل تنظيم. احنا اللي ناقصنا انا بعتقد ان احنا الأغلبية الكاسحة من المصريين اخوان ليسوا أغلبية في مصر. وده مش كلام كده هلامي، كلام مستند الى ارقام نتائج الانتخابات في المرحلة الاولى. الشعب المصري اداهم من حوالي 25 مليون اداهم 5 مليون 700، يعني اداهم من 20 لـ 25%، وبالتالي هم مش أغلبية. الأغلبية الكاسحة من المصريين مشكلتها انها غير منظمة. الان نسعى الى تنظيمها من خلال الأغلبية. نعم ليه انتوا الأغلبية؟ ما انا بقول لحضرتك اهو النتائج قالت كده. النتائج عشان قالت 4 مليون و 800 صباحي، اما الباقيين فده بينتخب ده هربا من ده وده بينتخب ده هربا من ده. لا الانتخابات في المرحلة الثانية انا رأيي ان الاخوان المسلمين او الدكتور مرسي لم يكن خيار المصريين ولم يكن إرادة المصريين، ولكن الصندوق اختار. ما انا بقول لك لم يكن إرادة المصريين ولكن عايز اقول لك هي إرادة ايه؟ هي إرادة الخوف والفزع والرعب. نصف اللي انتخب مرسي انتخبوا خوفا من عودة النظام القديم، ونصف من انتخب شفيق انتخبوا خوفا من دولة الإخوان، وبالتالي دي مش إرادة المصريين خالص. إرادة المصريين تجلت في المرحلة الأولى اللي حمدين جاب فيها قريب جدا من اللي جابه دكتور محمد مرسي، دون تنظيم حديدي زي تنظيم الإخوان المسلمين بقاله أكثر من 80 سنة شغال، دون دول بتدعم، دون رأسمالية كبيرة من رجال الأعمال كانت بتدعم بعض المرشحين. حمدين صباحي ما كانش بيدعمه حد، لا على مستوى الدول ولا رجال الأعمال ولا رأسماليات كبيرة ولا عنده تنظيم، وجاب تقريبا قدهم. وبالتالي أنا رأيي أن حمدين صباحي هو الرئيس القادم في أي انتخابات قادمة. لو حمدين كان عاد مع أي 100% كان نجح. وأقول لك مفاجأة تقريبا معلومة، ان الاخوان المسلمين في المرحلة الاولى في اليوم الثاني للانتخابات الطبيعي انه كانوا بيقولوا ان هم بينتخبوا مرسي. انا بقول لك ان هم من الساعة 12 للساعة 8 كانوا بيدوا اصواتهم لشفيق في المرحلة الاولى عشان يختاروا، هم اطمنوا ان مرسي جاب النتيجة اللي تخليه يعيد، فعايزين مين اللي ينافس، مش عايزين حمدين صباحي لان حمدين صباحي كان يكتسح محمد مرسي. فجابوا، فهم اللي نجحوا شفيق قصاده قصاد يعني محمد مرسي. مش الأقباط هم اللي نجحوا شفيق، الأقباط برضو انتخب أحمد شفيق، لكن النتيجة العالية لأحمد شفيق في الانتخابات أنا رأيي في مليون صوت كده أو نص مليون صوت الإخوان ادوهم لأحمد شفيق عشان هو اللي يعيد معهم، لأنهم عارفين إنه يقدروا ينجحوا أو يقدروا يسقطوه، وسقطوه بنسبة قليلة جدا. طب تعليقك إيه على الكاتب الكبير الأستاذ حمدي أنديل في انضمامه في الفترات الأخيرة اخر لحظات للتيار الاخوان المسلمين او ترشيحه للرئيس مرسي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، انا اي حد راح انتخب مرسي في المرحله الثانيه ما بشوفش ان هو غلطان في حاجه. هو مش انتخب، هو وقف على وحتى لو وقف ودعم فكره برضو ان كان يجي شفيق بعد ثوره عظيمه مات فيها شهداء وكلنا كنا فيها كنا معرضين للشهاده، فكره مهينه جدا. ليه ماله شفيق؟ لا يعني انت بالظبط عملت ثوره واول انتخابات بعدها الشعب بيقول لك لا احنا مش احنا كفرنا بالثوره وعايزين النظام اللي فات، ده كانت النتيجه. فكانت اهانه للثوره بجد وشهداء. فانا بعذر، انا ما قدرتش اقف مع مرسي لان انا شفت ان مرسي وشفيق هم من الثوره المضاده. جميل، انت شايف النظام تمام. اللي فات النظام اللي فات لسه موجود اعتقد. نعم النظام اللي فات لسه موجود. طبعا موجود في ما زال موجود في مؤسسات موجود بنسبه 90%. لا مش احنا لن نسقط النظام. هو طبعا لم نسقط النظام، احنا اسقطنا راس النظام، لكن ما زال النظام موجود. بفساده بمؤسساته بخرابه بكل شيء ما زال موجود، بكل سياساته موجوده، ما فيش حاجه اتغيرت لسه. الثوره هي علم التغيير، عشان كده الثوره بتقول لك الثوره لسه لم تنتصر. ليه؟ لانها لم تحدث التغيير الواجب او التغيير الجذري على الارض حتى هذه اللحظه. طول ما لسه ما فيش تغيير الثوره لسه ما نجحتش. طيب خلينا نروح لتصريحات يعني كتير فنيه برضو، ولكن خليني اسالك في علاقه صداقه بتضم حضرتك بالفنانه حنان ترك يعني؟ احنا بادئين مع بعض من مهاجر. اول فيلم ليا كان بدايات برضو حنان واصدقاء واختي وتعز عليا جدا. لو خبطت فيك ما بتزعلش خالص خالص. طب اقرا لك تصريح لحنان ترك على قناه دريم بتاريخ 15 اغسطس 2010. اتفضل. قالت تدهورت صورتك عندي بصوره كبيره، فمكانتك عندي كانت اكبر من كده بمراحل، وما يصحش انك تقدم الافلام بالطريقه اللي بتخدش الحياه وتؤذي المشاعر، والاستاذ يوسف شاهين عمره ما علمك كده.
أشك في التصريح أنه محور شوية، ممكن تكون قالت معنى كده بس مش بالألفاظ ده. ده تصريح على قناة دريم. ما أنا بقول لك أنا أشكك في هذا التصريح، ما تقولش بالشكل ده حنان. يعني إحنا مختلفين لكن أنا بحبها وبحترمها وهي بتحبني وتحترمني. يمكن عشان انت بتحترم وبتحب حنان ترك دايما لما يقال تصريح على لسان حنان ترك ما بتحاولش ترد تقول اه يعني اعتقد ان هو مش مظبوط. اعتقد انه مش مظبوط فعلا. أعتقد. مش عشان اكيد انا مش خايف منها يعني. لجنه الدراما، مسؤول لجنه الدراما في السينما الدكتور محمد النجار. في السينما ايه؟ سوري، لجنه الدراما والسينما. انا قريت غلط. دكتور محمد انك مسؤول لجنه الدراما. فين؟ في انهي يعني؟ في الاخوان المسلمين يعني؟ اقرا لك التصريح. لا لا امال فين؟ لا اقرا لك التصريح وحدك هتعرف من التصريح. اتفضل. على موقع ام بي سي بتاريخ 7 يناير 2012، يعني ده لسه طازه. قال مش هتردد في اني اروح السينما لمشاهده افلام النجم احمد حلمي، ولكني اخجل مشاهده افلام خالد يوسف لوحدي حتى. واتساءل كم امراه وكم سيده في مصر بتشتغل رقاصه علشان انتج فيلم كامل اسمه كباري. هو راجل جاهل سينمائيا، لانه انا مش انا اللي عملت كباري، ده سامح عبد العزيز، ده مش اخراج. فيعني واحد كمان ما هوش عارف يدقق معلومه مين مخرج فيلم ايه. هرد عليه دي ده. وبعدين هو ذوقه كده، هو بيخجل يخجل براحته. يعني ما يروحش يشوف الافلام، وانا ما طلبتوش ان هو يروح يشوفها من غير ما اعرفه هو مين اصلا. ولكن انت بتعمل فيلم كل الناس تشوفه. انا بعمل فيلم كل الناس بتشوفه وكل الناس بتشوفه. طب اخوات الاستاذ خالد يوسف بيشوفوا افلامي محجبات، بيشوفوا افلامي ومحجبات وبيعلقوا افلامي تعليق، وعندي اختي معك؟ اختي وفاء اتخانقت معايا على فيلم واحد اسمه الريس عمر حرب. اتخانقت معاك على الله؟ اتخانقت معايا. اتخانقت معايا ويعني وعازرها جدا في خناقتها. هي ست محافظه جدا وملتزمه جدا ومحجبه من وهي عندها 13 سنه، وبالتالي ما قدرتش تشوف هذه المشاهد. وقعدت اشرح لها ان انا بتكلم عن غوايه الشيطان وبتكلم وما اقتنعتش، ولها الحريه انها برضو ما تشوفش الفيلم او تشوف. يعني انا بعمل ما اعتقده. ايا كان لا اقول لك ليه، حتى لو هيأذي مشاعر الناس. يا خالد بصي، كلمه يأذي مشاعر الناس دي كلمه، بس انا ممكن اخد ولادي واخش الفيلم وانا مش عارف. انا ما باذيش مشاعر حد، وفجاه اقوم ماسك الولد اقول له غمض عينيك. لا انا ما باذيش مشاعر حد، لكن بص اقول لحضرتك حاجه. القفزات الحضاريه الكبرى في تاريخ الامم حدثت بالتمرد على وضع سائد وتقاليد ثابته. بس احنا برضه مجتمع شرقي. ما خليك بس معايا، هذا المجتمع الشرقي الم يكن قاسم امين ورفاقه من دعاه تحرير المراه يعني تقدر تقول ضربوا بعرض الحائط بكل تقاليد المجتمع وثوابته عندما طلبوا بخروج المراه للعمل وبتحرير المراه؟ ايوه، وقتها لم يعرضوا مشاهد اغتصاب ولم يعرضوا مشاهد مبالغه. انا المساله انا مديك قياس عشان تفهم قصدي ايه. يعني التمرد على تقاليد المجتمع وادابه في لحظه ما لا ما تقدرش تحكم عليها اخلاقيا، لانها ممكن تكون دعوه للتنمير. لما انا بعمل مشاهد، اولا انت بتختصرني برضو في مشاهد، وانا هقعد اتكلم عمري كله في مشهدين في 22 ساعة عملتهم فيهم بالظبط 3-4 دقايق. المشاهد اللي حضرتك بتتكلم عليهم اللي انا بقى حكم عليهم بقى لي 10 سنين مشهدين ثلاثة، انا عارف ضررتهم الدرامية. مش يعني المشاهد دي فقط عشان تبقى عارف. لا انا ما عنديش انت أصلاً. وجهت السينما كلها. لا يا بص يا اسامة، في ظلم بين انت إن حولت أنا السينما خير. بص يا اسامة، انا افلامي اللي هي ال 11 فيلم اللي انا عملتهم انا بتصور انهم وعيب ان انا اقول ده عن نفسي، لكن يعني انت مضطرين ان انا اقول انها عملت اثر في الشارع وعملت حراك في الشارع وخلت الناس تبص للدنيا بشكل مختلف، او بعض الناس يبص وغيرت السينما. تمام. المشاهد اللي فيها الـ3-4 دقايق اللي في الـ22 ساعة هم اللي الناس بتتكلم عليهم، وسايبين اثر الافلام دي، التمرد اللي كانت بتزرعه هذه الافلام، انتقاد النظام، القهر اللي كانت الافلام ديت بتقدمه عشان تستفز الناس وتستفز وتهاجم النظام اللي كان موجود، كل ده الناس بتنساه، وانا اتكلم على الاربع دقائق اللي في 22 ساعة عملتهم عبر 11 فيلم. فانا بجد زهقت من ان انا الاربع دقائق دول يا خالد مفيدين ومهمين، وانا مش هنصحك وهقول انه كانوا يمكن يتشالوا، لان لو كانوا يمكن يتشالوا كنت شلتهم. انا بقول لك بمنتهى الامانه، انا عارف انا بحطهم ليه، وبحطهم لاسباب موضوعيه مش اسباب لا هي فيها اثاره غرائز الناس، ولا انا مهتم ان انا اسير غرائز حد. انا ما عنديش بد عارة الناس لما تثار غرائزها هتروح تدخل فيه. انا بعمل دراما لازم الناس تصدقها، فلازم تصدقها على بعضها. بس قد تكون فجه
في بعض اللي. من وجهة نظر مين فجة؟ من وجهة نظر ناس محافظين وناس تانية نفس هذه المشاهد. اتعودنا ان الله حليم وستار. بص يا أسامة انت بتكلمني بمنطق وكأن احنا نتاج النهاردة، احنا نتاج مجتمع بقاله آلاف السنين. المشاهد اللي انا بعملها ديت اكثر منها الف مرة كانت بتتذاع والناس كانت بتشوفها في الخمسينات والستينات والسبعينات وما كانش حد بيتكلم عليها ولا يتوقف عندها. انت مع اغنيه يا بنتي يا مزه والحاجات دي اللي بتطلع في اليومين دول، اغنيه الفنانه الفيلم بتاع الفنانه يسرى، الاغاني اللي كلها انا مش للاسف ما سمعتش الاغاني موجوده جدا في السوق. عندنا اسئله كتير لسه، ممكن عندنا وقت تاني يا محمد مش كده؟ طب هنرجع تاني. ما تزعقليش طيب منك، المخرج في مخرج اكبر منك قاعد اهو، ما بيزعقليش اكبر منه سنا بس. خلينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع المخرج الجميل والفنان المتالق الاستاذ خالد يوسف. ورجعنا لكم تاني ولسه معانا النجم المتألق والمخرج الكبير الأستاذ خالد يوسف. خالد، مجموعة أفلام جميلة جدا عملتها، لو جات لك الفرصة إنك تعيد يعني تقول الفيلم ده هشيله مش ما 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 تزعش ما نزلش وهخرجه من أوله جديد، أي فيلم فيهم؟ كل كادر عملته أنا فخور جدا بيه وعمري ما أرجع أقول ليه أنا عملت الفيلم ده، لان في وقتها حتى لو بعد 10 سنين انا حسيت ان في فيلم ما كانش مستواه هو المستوى المطلوب، انا في وقتها بحجم الخبره اللي انا وصلت لها وحالتي النفسيه والداتا المتراكمه في عقلي واحساسي وصلني للي انا عمل ده، فما ينفعش اندم على حاجه اصلا عملتها. ينفع ان انا اقول ان انا عملت حاجه ما كانتش كويسه، بس انا حتى هذه اللحظه انا سعيد بكل كادر عملته وحسيت ان كل كادر عملته عمل شيء على الارض مع الناس، عشان كده انا برفض ان اختصر. ولكن بتزداد نضج يوم بعد يوم بدون شك. اي حد لازم يزداد نضج يعني كل يوم، لو ما ازدادش نضج يبقى حمار. لو يعني فكرنا مثلا نرجع لفيلم جواز بقرار جمهوري، كنت هتفكر تعمله بشكل تاني او اكيد لو عملته دلوقتي هعمل فيلم تاني، مش هعمله ابدا زي ما عملته من 10 سنين. يعني لو هتيجي تعمل، لو انت بتقدم دلوقتي زي ما بتقدم من 10 سنين يبقى انت ما اتطورتش يا اسامه، يبقى احسن ان انت تفضل مكانك سر، يبقى ما قدمتش حاجه جديده. انا اكيد اتطورت في العشر سنين، لو جيت عملت تيمة قريبه من جواز بقرار جمهوري اكيد هعملها بشكل مختلف. مشهد ظهور الرئيس مبارك في الفيلم من ظهره، هل اتعرضت لمساءله او قال لك لا ما يتعملش؟ طبعا ما كانش حد قادر يصرح بالفيلم بسبب هذا المشهد، بسبب هذا المشهد ولا بسبب فكره الفيلم كله على بعض؟ بسبب هذا المشهد في الاساس. وما انا قلت لك في ناس بتبقى ملكيين اكتر من ملك. يعني يقول لك ايه، طب قدر الريس شاف وقال مين اللي ادى تصريح ده؟ مش يمكن يزعل؟ طب وانا ليه؟ طب ما انا اخد بالاحوط واقول لا. واخد بالك ليه انا اقول اخد يعني اخد ال يعني اخد جرأه ان انا اخد قرار ممكن اتحمل انا جرائره، وبالتالي بيقول لك لا. موقعات الجمل حضرتها طبعا. طبعا. عن قرب ولا كنت بعيد عنها؟ لا كنت في وسطها. كنت في وسطها. اوصف لي موقعات الجمل. انت راجل فنان مبدع. هي قريبه جدا من اسمها. يعني هي كانت حرب الجهاله. يعني الناس اللي لسه راكبين جمال من الاف السنين جايين يحاربوا العيال بتوع الفيسبوك. فيعني هي باينه قوي من اسمها حتى. يعني كانت انها مرتبطه لا طبعا ما كانتش كوميديه، كانت اجراميه، لكن قصدي كانت مرتبطه بالجديد والقديم. كم واحد دخل الخلية؟ فاني حته المشاهد اللي شفناها في التلفزيون ودخلوا بالجمال والحربيج الحبه بتوع الجمال دول لا ما يزيدوش عن 100 مثلا. اللي كانوا داخلين بالجمال واتطحنوا ال 100 دول دول ماتوا دول اتسحقوا في من اول لحظه. لا اللي كان الاف كانت موجوده، اللي كانت بتحدف طوب وملطوف وكده، ودول كانوا الاف مؤلفه يعني. هي دي وعايز اقول لك حاجه، ان الصفوف منهم صفوف ناس كانت مؤجره تمام وبلطجيه حقيقيين، ومنهم ناس من ابناء الشعب العاديين جدا اللي كانوا معتقدين ان اللي موجودين في البلدان دول ماجورين. يعني لازم برضو نقول الاعلام ارتكب جرائم في هذه الثوره، اقنع الناس ان في ناس مدسوسين في ميدان التحرير وماجورين واصحاب اجندات اجنبيه، روحوا خلصوا الميدان منهم. ففي ناس نزلوا طيبين جدا بدافع وطني يضربوا بالطوب على الولاد اللي موجودين في ميدان التحرير، فلازم نبقى عارفين ان ما كانوش كلهم بلطجيه. انت مؤمن بوجود طرف ثالث؟ لا ما فيش اي ايد خفيه لعبت في الامور. لا خالص. لا ما فيش اطراف ثالثه. والناس اللي كانت ماجوره دي كانت بتاخد اجرها من مين؟
لا، كان من رموز النظام السابق اللي لهم مصلحه في استمرار النظام السابق، والمخابرات الاسرائيليه اللي اتقبض على افراد منهم في الميدان وهم بيدفعوا فلوس للناس، ما مش مصدق قوي اصلا المخابرات الاسرائيليه كانت لها اي يد في هذه الثوره. لكن اكيد عايزه تولع فينا يعني اسرائيل، ما قلتلكش ان ولا امريكا كان ليها اي تدخل باي شكل في الثوره في ال 18 يوم؟ لا مش في ال 18 يوم، انا بتكلم في الموضوع في كم لا بص يعني. امريكا وكل البلاد الكبيرة بتشوف دايما اللي بيحصل على الأرض وكيف تستطيع أن توظفه. إذا لم تستطع أن تمنع مثلا سقوط نظام زي مبارك، كان نظاما مفيدا جدا ليهم، وكان إسرائيل نفسها كانت بتسميه كنز استراتيجي، طيب فلنستفد من الوضع الجديد. كيف نستفد من الوضع الجديد؟ يعني زي ما بيحدث مثلا في ثورة سوريا، ثورة عظيمة بدأها الشعب السوري بعفوية شديدة جدا وكانت نابعة من الوجدان السوري، ثم تدخل على الخط بلاد ودول، وأمريكا دخلت ودعمت بسلاح وبفلوس عشان تحولها لحرب أهلية. يعني فلابد ان احنا، ده مش معناه ان انا مش مع الثورة السورية، انا مع الثورة السورية، لكن لابد ان احنا نبقى شايفين ان في ايادي بتلعب يعني وتحاول ان تستفيد. قلت بعد اشتراك فيلم بعد الموقع للكاتب والمخرج الكبير يوسف نصر الله في موقع السينما كوم او دوت كوم، يوسي نصر الله مخرج محترف له رؤية سينمائية رائعة، وكل أفلامه كان لها تأثير واضح على المشاهد المصري والعالمي، بدليل مشاركة معظم أفلامه في أهم مهرجانات العالم السينمائية. ده حضرتك قلت ده تصريحي طبعا. مش ما حسيتش بالغيرة أن يوسي نصر الله وصل كام؟ أنا كنت فرحان أكن أنا اللي هناك. بص، أي إنجاز للسينما المصرية، أي سينمائي بجد بيحب الصناعة دي بيبقى فرحان. وانا بجد مش ادعاء ملائكيه فيا، يعني انا بقول لك والله الحقيقه، انا بزعل لما الاقي فيلم وحش، وافرح قوي لما الاقي في افلام كويسه حتى لو كانت جنب الفيلم بتاعي وفيلمي اقل منها كمان. يعني وجود يسري نصر الله كان اكن المنتخب المصري كسب. بالظبط بالظبط، كان ده احساسي بجد، ده احساسي بجد. انا لما بخرج من فيلم حلو بقول نفسي اشوف كاميرا التلفزيون عشان اقول للناس في فيلم حلو روحوا شوفوه، لان ده يحرك عجلة الإنتاج في السينما. فهيفيدني. شوف بقى هو بشكل براجماتي. حلو بقى لي فيلم جميل لما بخرج من فيلم حلو. آخر فيلم حلو خرجت منه وخرجت عندك الإحساس ده؟ 1-0. يعني من فترة طويلة ما روحتش السينما، بقى لي سنة، بقى لي طبعا في الصم من أول الثورة لغاية دلوقتي ما دخلتش السينما خالص. ومن قبلها بفترة برضو ما بتتابع أي برامج توك شو؟ طبعا بتشوف المزايد لحد الزملاء. مين من وجهة نظرك الأصدق؟ تحط لك اسماء. يسري فودة، ابراهيم عيسى، وفي كثيرين يعني، بس ده اللي جه في دماغي في اول وهله يعني. ريم ماجد عشان ثورجيه كله، ولكن ابراهيم عيسى النهارده قلب على الثوره نوعا ما اعرفش قلب ازاي، قلب على اللي بيحصل بسبب الثوره يعني. اكيد ما فيش اي ظواهر سلبيه بتحصل تحت اسم الثوره هنقول والله لا دي كويسه عشان هي ثوره، لا اكيد اي ظواهر سلبيه لابد ان احنا نتبرأ منها يعني. عاطف الطيب قدم 21 فيلم سينما، من ضمنهم 20 فيلم عن الطبقه المتوسطه ومشاكلها وهمومها، ويمكن انت برضو كان ليك راي وتصريح بتقول ان المخرج اللي ما يتعرضش للطبقه المتوسطه يبقى ما ناقش وضع المجتمع المصري. انت ما تعرضتش كتير للطبقه المتوسطه. انا كل افلامي انا الطبقه، لا الطبقه الفقيره المطلوبه. لا ما انا بص، الطبقه الوسطى نزلت كلها تحت حد الفقر بسبب سياسات مبارك. لا لسه في منهم برضو لسه. ايوه موجودين، انا بقول لك كل اللي موجودين تحت حد الفقر كانوا في ايام طبقه وسطى. احنا كنا طبقه وسطى سنه 70 تقريبا، 99% من الشعب المصري كان طبقه وسطى يا اسامه. كل ده اللي نزلوا تحت حد الفقر، احنا كنا بنصبح كل يوم الصبح نلاقي في 10,000 اسره نزلوا تحت حد الفقر. فاما بناقش الهموم الفقراء، انا في الاساس مهموم بتزايد الحيز بتاع الطبقة الوسطى، لأن معروف اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ونفسيا إنما كلما اتسعت رقعة الطبقة الوسطى في أي مجتمع كل ما المجتمع بقى آمن، وكلما تقلصت الطبقة الوسطى في أي مجتمع كل ما المجتمع بقى على شفا هاوية. فكان دايما أنا ال 11 فيلم اللي أنا عاملهم فيهم هم الطبقة الوسطى، وانا قلت تصريح عن عاطف الطيب اللي كنت فاكرك هتسالني عنه، ان انا قلت في 18 فيلم من ال 20 فيلم من 21 فيلم دول كان نفسي اعملهم، لان عاطف الطيب يعني انا ابن مشروعه يعني، هو المخرج الاقرب لي من حيث الانحيازات والقناعات. لو قلنا هنصنف الاستاذ خالد يوسف ضمن الاستاذ محمد خان
داود عبد السيد، خيري بشارة، سمير سيف، علي عبد الخالق، عاطف الطيب. هتحط نفسك في اي مرتبة؟ انا هحط نفسي مع عاطف الطيب، مش معاه يعني في قمت وقمت، لكن لو انا انتمي المدرسة من مدارس هؤلاء الكبار يعني واساتذتي كلهم، هنتمي المدرسة عاطف الطيب. خالد، وانت بتكتب افلامك اللغة الاكسنت اللي كنت بتستخدمها في الافلام اللي بتتكلم فيها عن البيئة الشعبية، دي نتاج وجودك وسط البيئة دي علشان تقدر تطلع منهم الاحساس ده والحالة دي، ولا بتستقطب هذا الاحساس من بعض المساعدين؟ لا، ده انا منحاز للناس دي، فعشان ابقى منحاز لهم لازم ابقى عارفهم كويس. انت عايش في وسطيهم؟ عشت في وسطيهم وعارفهم كويس جدا، ما هماش بعاد عني، وعارف تعبيراتهم وعارف الفوكابلري بتاعهم مفرداتهم، وعارف وعارف حياتهم وتفاصيلهم، والا ما كنتش هعرف اصورها بالصدق ده. عندي اسئله كتيره جدا لخالد، وخليكم معنا، نخرج لفاصل برضو سريع ونرجع تاني نكمل مع النجم الجميل. مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم تاني، وعندي كان اسئله كتير قوي 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 للاستاذ خالد يوسف، ولكن طبعا الوقت، هو الاستاذ خالد متحدث لبق جدا، و يعني الحديث معاه ممتع، ولكن عندي اسئله اهي. شوف قد ايه ما لحقتش اسال. مش هعمل ضروري بقى، معلش المره الجايه. تعال ناكد على حاجه بس، عشان انا عايز اكد عليها، عشان انا بتعرض لهذه الحوادث كتير، ان الاكونت الخاص بالاستاذ خالد يوسف على التويتر مش بتاعه اللي عليه 200,000 او 191,000، الاكونت بتاعه جديد خالص. حاطط صورتك شكلها ايه، فاكر؟ لا مش فاكر. هو الاكونت عليه 900 بتاع حوالي 1000 كده، حوالي 1000 واحد. هما ده الاكونت بتاعه، عشان بس حكايه السرقه دي بتحصل لنا كلنا. حلمك السينمائي القادم سريعا جدا في دقيقه، علشان خالد، علشان المخرج بتاعنا الليدر بتاعنا. انا والله عايز اقول لك ان انا عندي احلام سينمائيه كثيره جدا، بس المزاج النفسي للجمهور انا لازم ابقى حاسبه، فهو رابكني شويه المزاج النفسي بتاع الناس، متقلب قوي، فانا عمال احسبها لغايه اللحظه دي. مش عارف تعمل ايه يعني؟ لسه مش عارف اعمل ايه، بس هو في مشروع كبير اسمه الاندلس، عن سقوط الاندلس او نزول اخر حاكم عربي من قاره اوروبا يعني. مشروع، انا ده مشروع عمري بقاله اكتر من 10 سنين كاتبه يعني، فيمكن هو ده اللي انا ابدا فيه باذن الله بعد العيد يعني. ربنا يوفقك يا خالد، وربنا يكتب لك كل اللي بتحلم بيه، ونتمنى ان احنا نلتقي مع بعض تاني في لقاءات تانية وحوارات تانية. الحوار معاك ممتع، بشكرك، وكل سنة وانت طيب، وأسرتك بألف خير وسلام. ربنا يخليك.